شو صار بخلال هالأسبوع على يوتيوب؟ جون رح بيخبرنا تفاصيل. كان في ناس عم بتطير على يوتيوب. أيه. موجود في. أهلا وسهلا. كيفنا اليوم؟ الحمد لله جود، كله تمام. ايه يعني اليوم في عنا مهضومة كثير الحلقة. كنت معي انت وطلعنا البين بون عم يلعبوا على بالباتو. بين بون بالباتو؟ ايه؟ لا. شفت وقتها تكون اشياء مهضومة ما بكون انا، وقتها بيكون في مجازر وناس عم توقع وتخبط بحالها ايه بتحط لي اشياء بتخوف. لا اليوم حلقة مهضومة، رح نحكي يعني عن اكثر شيء قصص بدك تقولي اميزنج، قصص يعني عم بتصير يعني غريبة بس بطريقة كمان حلوة، يعني قصص من تريك شوت يعني. لا اليوم مهضوم الحلقة، ما فيها أذى، ما في حدا عم ينأذي، ما في حدا عم يصير له يسيبه ضرر. أوكي. يعني نقول أكثر عم نحكي نحن اميزنج بينج بونج سكيلز، يعني هلا بدنا نشوف بينج بونج عم يلعب بينج بونج. مثل ما قلت لك مرة قطعنا نحن فيديو طولت بينج بونج على الباتو، ماشي الباتو ورا في ناس، حدا عم يعمل سيرف وعم يلعب بينج بونج كمان. عم يلعب بينج بونج. اليوم أنا أعمل أول فيديو عن البينج بونج، تاني فيديو رح نحكي عن الحيوانات كمان، كيف انه الباتس ار اوسم، شو بيعملوا قصص اوقات. تالت فيديو عنا مثل سكيلز بيكونوا غريبين، خمسة سكيل غريبين، عن جد كثير غريب الفيديو يعني انا حبيته. وخامس فيديو اذا لحقنا بنشوف كيف يسوق موتو برا. كيف رابع فيديو كيف يسوق الموتو برا. اوكي منيح هيك؟ ما في شيء غريب؟ عظيم، متفقين. لا متفقين. بنبلش باول فيديو؟ تفضل بنبلش. شفت حكتي قد ايه هيك؟ هيك عن جد ما معقول، يعني انا من هالقرية رح اعمل هيك حلقات. هولي بيبل ار اوسم حلوين كثير مهضومين. هولي بيبل ار اوسم دائما بيعملوا، انا يعني بعتقد ون اوف ماي فيفورت بيجز هي بيبل ار اوسم على يوتيوب، لانه بينزلوا لك دائما فيديوز عن قصص. يعني اليوم بعتقد كل فيديوز من عندنا من بيبل ار اوسم فيكم تعملوا سبسكرايب وفولو على يوتيوب. فيديوز هيك مهضومين، يعني فيك تنقي حالها سبجكت بتشوفي اشطر ناس بهالموضوع كيف بيكونوا. يعني في ناس كثير دي سبمنت لبيبل ار اوسم، ومثل اتس بريفليج لحدا ان يفوت على بيبل ار اوسم على يوتيوب. يس yes. بتلعبي بينج بونج كنت اعملها؟ وي كنت تلعبي بينج بونج؟ قد ايه قويه كنت اعملها؟ كنت منيحه منيحه، كنا انجبرنا نلعب بينج بونج يعني كنا نلعبها بالقوه بالمدارس. ايه بس انت حبيتيها. بس حبيتها. حبيتيها يعني هي لذيذه يعني. قد ايه بدك تركز يعني على هالطابه النقطه اللي هيدي بتجنن طاولتنا هون شي نهار. يعني رح نعمل مسابقة بينج بونج بعالم الصباح، اللي بيربح بيتوج ما بيجي بياخذ نهار بياخذ فرصة بياخذ. بنكمل مع الفيديو مثل ما قلنا، بات كولكتيف بيبل ار اوسم مع الحيوانات الأليفة، نحضر مع بعض.
stolen kiss, every late night walk, every secret wish, every second chance, every time we dance underneath the light of street lamps. شو رأيك بالمواهب؟ كثير مهضومين، كثير 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 مهضومين. حبيتيهم يعني اليوم مع ذوقك الحلقة والميوزيك حلوة والهيدا كله اليوم حسيتك حبيت الميوزيك كمان، الميوزيك كمان بدنا نكمل بعدين يعني تنشوف إذا رح نحكي عن على ذوقك بعدين كمان. حضرنا هلا الفيديوز تبع الباتش يعني عن جد بتشوفي يعني في فيديوز قطعوا معنا كثير فيديوز فيك تقولي عندهم خبرية كل فيديو بس هن جامعينهم لواحد يعني في عندك آخر فيديو في عندك جاك راسل عم بينط من طرف بدك تقولي صخره على البحر، هيدا بيقولوا عنه انه هذا الكلب دائما بيروح بينط من المحلات يعني عرفتي كيف؟ بقى بياخذوا معه الـ يعني الاونر تبعه بياخذوا بيروح بينطوا من الصخر وهو اكثر واحد شجاع بدك تقولي الناس بيكونوا عم يترددوا لينطوا وهو بينط، في عنا قطع فيديو لبسينه كمان هيدا شخص وين ما يسافر بياخذ معه لبسينه يبرم العالم يعني فيك تقولي كل شيء سبورتس بياخذه لبسينه المهمه يعني فيها نقول عن جد بتلاقي يعني قد ايه في عندك مثل بيتفقوا الاونر والحيوان تبعه شو ما كان الحيوان يعني شفنا كلاب شفنا بسينات شفنا عصافير حتى كمان وبتشوف التالنت اللي عندهم اياه يعني عن جد اذا حدا عنده الوقت بيعلم الكلب او بيعلم البسينه بتشوف شو فيهم يعملوا يعني والموهبه اللي عندهم اياها. هلا الفيديو اللي جاي فيه يعني بدنا نشوف خمسه بدك تقول الناس غريبه فيك تقولي نعم يعني عندهم تالنت غريب فينا نقول ما بيشبه شيء خمسه اشخاص ما بيشبه شيء ثاني بعتقد أو بركي حدا بيعملها ومش مصورة ما بعرف اوكي نحضرها مع بعض
مهضومين مهضومين بس في قشط انه ليه؟ ليه ايه؟ اخر واحد يعني انه فيها توقف على ايديها البنت، فيها توقف على ايديها على ايد وحده، فيها توقف وعم تغسل السياره. ايه بس انه فيها توقف، فيها توقف على اجريها وتغسل السياره. بتغسل السياره بتعرفي يعني توقف على ايديك؟ ليه؟ لا صح. ما انا ما بحياتي عرفت يعني. اوكي بس انه ليه؟ يعني بركي تعبوا اجريك من المشي مش على ايديك. ما صح، هلا فيها سبور كمان بنفس الوقت. بس هذيك كثير مهضومين. شو رايك بسواقه الموتو بلبنان؟ سواقة الموتو بلبنان يا ريت بيوقفوها، والموبيلاتات كمان شو رايك بيشيلوا من الطرقات. لا انا يعني انا بحب الموتويات وبحب الموبيلاتات يعني كمان، لانه بتلاقي انه طريقه سهله وسريعه لتوصلي فيها على هي هيك مفروض، هيك مفروض هي. بس كمان هي المفروض يعني والواقع شيء ثاني. في عندك القانون، وانا بعتقد يعني هالفيديو اللي عم نعرضه هلا ورح نعرضه لو تصوري بلبنان في عندك موهبه اكبر بلبنان، طريقه الزوروب وكيف بيقطعوا وكيف بينيموا. ايه الشبيبه الشبيبه احنا اكيد اكيد مواهب على الحال بهذا الموضوع. رح نشوف نحن هالموهبه هلا. اخر فيديو معنا هيدا اسمه بريسيشن سكوتر، يعني بتشوفها قد ايه دقيق، يعني عنده عن جد محل عم يقطع فيه وكيف عم يسوق الموبيلات. نحضره مع بعض. Pronto per la boa e la bascula. Eccolo. انا بعتذر من المشاهدين، انا يعني الفيديو اخذ كثير فيوز ومتفاجئين فيه ببلاد برا، بس بدهم يجوا على لبنان. هول المتفاجئين فيه ما اجوا على لبنان. صح صح، يعني ما بيعرفوا شو يعني موتو بلبنان، ما بيعرفوا شو يعني سكوتر بلبنان. هي ايه يعني بدك منا موهبه يعني عنا منا كثير بلبنان. انا بعتذر، مش عنا، عنا احسن بكثير. عنا احسن وقت يمرق بين التروتوار والكاميون وبيقطع عن اليمين وبيفوت تحت الدولاب وبيزمر لك انه بيفكر لك المرايه لحتى بيقطع دغري، وسريع بيقطع كمان نون ستوب لانه بيكون معه دليفري. ايه بقى نحن هيك يعني بعتذر منكم، انا فاجئني بس طلع في عنا كثير واحسن منه. بقى خزنتكم سيف عم بيسوق بمحل عرفت مزيح وعم بينتبهوا له وعيقله وكذا. وين وينك وين؟ السواقات عندنا في لبنان. خلصت حلقتنا على خلصت يوتيوب؟ خلصت، ما وانا بحكي بعد بس ما بعرف. لا لانه عندنا حلقه ثانيه بعد شوي. صح، عندنا على غير موجه. على غير موجه حلقه حلوه، خليك قاعد. عم نحضر لكم اجواء الميلاد من هلا. من هلا ما في خلص، في مطالبة. بعد في 24 بعد في في مطالبه اليوم كلها باجواء الميلاديه، حتى كانوا عم بيطالبوا شيف حسين انه يبلش بالاجواء الميلاديه. صح عظيم، رح ناخذ بريك، خليكم معنا.